اوكي، فاحنا عايزين نجيب البروبابيليتي بتاعت نوت 1 دي قد ايه. فاحنا البروبابيليتي بتاعت ال 1 هي 1 على 6، فاي حاجه تانية يعني 2 و 3 و 4 و 5 و 6 دول البروبابيليتي بتاعتهم حاجه تانية، اللي هي لو قلنا احنا عايزين هم 5 ارقام من الستة، احنا ممكن نجيبها كده، او ممكن نقول ان ال 1 على 6 دي ال 1 والبوسيبل اوت كومز كلهم الستة، احنا السم بتاعهم ب 1، فاحنا ممكن نعمل 1 ماينس 1 على 6 هيدينا برضه 5 على 6. فاهمة ولا أقول تاني؟ لا تمام، شكرا. أوكي، فاحنا هنا برضو هنيجي نكتب كل الكلام ده ك probabilities عادي، اللي هو هنا هتبقى 1 على 6 time 5 على 6 time 5 على 6 plus 5 على 6 time 1 على 6 time 5 على 6 plus 5 على 6 time 5 على 6 time 1 على 6. بس احنا هنا انتوا لو خدتوا بالكم هتلاقونا ان هما الثلاثة دول نفس الأرقام، بس احنا just بنغير الأوردر. يعني هي في الثلاثة في 2 5 على 6 وفي واحدة 1 على 6، بس اختلاف ال 1 على 6 دي فين؟ فاحنا هنا ممكن كناش نكتب كل ده، وكنا نعمل 3 times أي واحدة منهم. يعني لو كنا كتبنا 3 times 1 على 6 time 5 على 6 time 5 على 6 الاثنين، يعني اذا كان حطيت دي كلها على الكالكليتر او دي على الكالكليتر الاثنين هيدونا 25 على 72. فاهمين؟ وافهمين تمام؟ تمام. اوكي جماعة، ردوا عليا بليز عشان ما احسش اني بكلم نفسي. لو عامة هو عامة ده اسمه awkward silence. ليه؟ عشان مفيش حد يعني ممكن تقول عاوز يتكلم قوي يعني. أسنت فاطمة فين؟ يعني عيب. أوكي يلا هنكمل. هنا كده احنا خلصنا اللي هو بتاعة التيبل وبتاعة الدايس. هنا دي تري دايجرام، بالنسبة لي يعني شايفة ان التري دي بصراحة مضمونة لو جت في أي امتحان أو كده، هي بتبقى سهلة قوي بصراحة. بس التري دايجرام بتيجي بشكلين، يا إما with replacement يا إما without. الاثنين هنعرف ايه الفرق بينهم وهنعرف بنحلهم ازاي، بس هو جاست ان احنا عرفنا في التري دي with او without، فهو السؤال يعني مضمون. يعني بغض النظر ان مس دينا كاتبه with replacement هنا، بس هو احنا ممكن هنفهمها من الكلام. with replacement يعني انا مثلا عندي باج فيها كذا تاي، فانا خدت واحده شفت لونها بعدين حطيتها تاني في الشنطه وبعدين خدت واحده تانيه، فانا برجع اللي باخده وباخد حاجه تانيه. لكن ال without replacement هو ان انا باخد حاجة بس مش برجع، بتفضل معايا وباخد حاجة تانية. فهو هنا بيقول ان في باج فيها 4 black disks و 5 white disks و رانجيت هي take a disk at random from the bag and the notes its color، هياخد disk منهم ويشوف لونه ايه بعدين هي replace it in the bag، وبعدين هياخد another disk وهي note its color. فاحنا هنا كده فهمنا ان هي with replacement، عشان هو بيقول ان هو هياخد واحده يشوف لونها وهيرجعها وبعدين هياخد واحده تانية، فاحنا هنحل دي على انها with replacement. طبعا هنطلع ال probabilities اللي احنا ممكن نطلعها عشان برضو السؤال يبقى بالنسبه لنا سهل. هو التوتال كله ان في 9 disks، ال black 4 over 9 وال white 5 على 9، صح؟ صح. اوكي، هو في واحد بس بيتكلم، يعني انا عايزه اشكرك بجد. ماشي، تعال. البلاك فاحنا هنيجي نكتب هنا 4 على 9 والوايت 5 على 9. ماشي، وكل واحده من يعني البلاك هيطلع منها 2 والوايت هيطلع منها 2، عشان احنا مثلا لو خدنا اول واحده بلاك فاحنا ممكن ناخد التانية بلاك ممكن ناخد التانية وايت، ولو خدنا اول واحده وايت ممكن التانية تبقى بلاك ممكن تبقى وايت، برضو نفس الكلام. وبنبدأ نحط probability اللي احنا طلعناها على التري كده. اوكي، وبعدين خلاص بقى هنبدأ نحل، احنا كده خلاص كملنا التري. فهو هنا بيقول calculate the probability that Ranjit takes two disks of different colors، يعني هو هياخد two disks، فعايز الاثنين يا اما بيبقوا black و white يا اما يبقوا white و black. اوكي، فاحنا هنا هنمشي مع التري عادي جدا، اللي هو دي
لو خدنا اول واحده بلاك وخدنا تاني واحده وايت، فهناخد البروبابيلتي دي والبروبابيلتي دي. طب لو خدنا اول واحده وايت وتاني واحده بلاك، فهناخد البروبابيلتي دي والبروبابيلتي دي. فاحنا جاست يعني بناخد من التري، بنغش من التري وبنكتبها. فاحنا هيبقى اول براكت فيه اللي هو البلاك دي والوايت دي، 4 over 9 times 5 over 9 plus 5 over 9 plus 4 over 9 times sorry. وده كله هيطلع ب 40 على 81. وبرضو هنا ينفع نعمل 2 times اي واحدة منهم عشان هما نفس الارقام، بس just بنغير الاوردر. في حاجة مش مفهومة في كل السلايد دي؟ ينفع نعيده تاني؟ نعيده تاني. هنا استنى نمسح ونكتب تاني. هو هنا في الباك دي في 4 black disks و 5 white disks، يعني التوتال بتاعهم 9. فالبروبابيلتي بتاعت البلاك هتبقى 4 على 9 والبروبابيلتي بتاعت الوايت هتبقى 5 على 9. فهنيجي نكتب البروبابيلتيز دي مكانها هنا، يعني 4 على 9 وهنا 5 على 9. ف لو خدنا اول واحده بلاك، في برضو تو بوسيبيليتيز للتانيه، يا اما تبقى وايت يا اما تبقى بلاك يا اما تبقى وايت. والوايت برضو في تو بوسيبيليتيز، يا اما تبقى برضو بلاك يا اما تبقى وايت. وهنكتب البروبابيليتيز بتاعتنا برضو على عليهم، يعني 4 على 9 و5 على 9 و4 على 9 و5 على 9. وجست بقى هنغش بقى من البروبابيليتيز اللي احنا كاتبينها فوق تحت. هو بيقول ان هو رنجت هي تيك تو ديسكس اوف ديفرنت كالرز، يعني هو هياخد اتنين فيبقوا اول واحده غير تاني واحده، يعني لو اول واحده بلاك يبقى التانيه وايت، ولو اول واحده وايت يبقى التانيه بلاك. وبس بقى هنكتب البروبابيليتيز، يعني اول براكت هيبقى ان هو خد اول واحده بلاك وبعدين وايت اللي هي دي. فهنروح كاتبين 4 على 9 تايم 5 على 9 ده اول براكت بلس وايت وبلاك، يعني خد اول واحده وايت وتاني واحده بلاك، فتبقى 5 على 9 تايم 4 على 9. كل ده هيطلع في الآخر ب 40 over 81. وبرضه ممكن نعمل 2 times أي واحدة منهم عشان إحنا نفس الأرقام بس بنغير الأوردر بس. تمام؟ عندي سؤال بس، هو أنا ما أقدرش إن أنا أعمل 1 minus probability of white white plus black black؟ ينفع بس هي بما انك كده كده هتعملي كده، طب ما تجيبي probability على طول. احنا بنعمل اللي هي اللي انت بتقولي عليها دي اسمها opposite event. احنا بنعملها لما بيكون ان في probability واحده بس اللي عكس probabilities كتير، فبنعمل 1 minus الواحده دي بدل ما نقعد نكتب 100,000 probability. لكن انت في الحالتين هتكتبي هنا 2 brackets فهنا 2 brackets، طب ما تستخدمي اللي هو طالبها، فاهمه؟ لكن في الحالتين صح، هيطلعوا نفس الحاجه. تمام، شكرا. العفو عليك. خلاص السلايد دي ولا اقول حاجه تاني؟ وخلاص تمام ماشي. دي برضو تري بس دي هتبقى without replacement، بس لما هيجي في امتحان او في كويز او اي حاجه مش هيقول لكم دي with ولا without، انتوا هتعرفوها من الكلام. هاي اسمي جنى، بليز ما حدش يقول مس. عادي جنى. هنا فهو بيقول في الامتحانات وكده مش هيكونوا قايلين لكم هي with ولا without، او مش لازم يقول لك he replaced it او يقول اللي هو without replacement. لا، هو ممكن من الكلام انتوا تفهموا هو قصده ايه. يعني هنا في 10 ties في الباج، 6 منهم احمر و4 منهم اسود، فممكن يقول لك ان نيك هي take 2 ties من غير ما يقول لك without replacement دي، فانت هتكون فاهم ان هو هياخد 2، فمعناه ان هو في واحده ما رجعهاش، فدي هتبقى without. تفهميني؟ فهنا هو قايلها، فاحنا هنستخدم ان هي without replacement. ايه اللي بنعمله في without replacement غير ال with replacement؟ احنا في ال without replacement بنعمل two steps، بنعمل ال denominator minus one وال numerator minus one، بس لو same thing. يعني ايه الكلام ده؟ هنقوله دلوقتي. احنا دلوقتي لو خدنا مثلا، انا دلوقتي في نفس السؤال ده خدت تاي من الأحمر بعدين رحت واخدة واحدة تانية حمراء، فده معناه إن التوتال بتاع الأحمر هيقل واحدة، صح؟ والتوتال عموما بتاع التين هيقل واحدة عشان في واحدة كده زيادة أنا مرجعتهاش. فده بالظبط ده اللي احنا هنعمله. يعني لو جينا نطلع البروبابيليتيز هتلاقي إن البروبابيليتي بتاعت البلاك
4 على 9 والبروبابيليتي بتاعت ال سوري الريد 4 على 9 البروبابيليتي بتاعت ال ايه ده سوري بلاك 4 على 9 والريد 5 على 9 6 قصدي على 9. هو ايه يا جماعه ايه ده في ايه سوري الريد 6 على 10 والبلاك 4 على 10 كده احنا تمام. فلما هنيجي نكتب الكلام ده مش هنكتبه غير هنا بس في اول حته، يعني الريد هيبقى 6 على 10 هنا والبلاك هيبقى 4 على 10 هنا. فاحنا جاست ان احنا عرفنا ان دي without يبقى كل الفراكشنز اللي هنا هتبقى over 9 مش over 10. فهنعمل الدينومينيتور minus 1. فاهمين؟ النومينيتور minus 1 مش هنعمله على طول غير لو احنا اول حاجه هناخدها نفس نفس تاني حاجه هناخدها. يعني احنا لو هنا طلع لي ريد وهاخد تاني هتطلع لي ريد، دول كده same thing. فلو هي الريد كانت 6 تبقى 5. فاهمين؟ كنا انا فهمت ان احنا بنعمل من ايوه للاثنين وخلاص. انتوا بتزعقوا لي ليه؟ مش بنعمل ماينس وخلاص، لو هما نفس الحاجه، لو الحاجه اللي انا باخدها في الاول نفس الحاجه اللي انا باخدها في تاني مره بعمل للنومينيتور ماينس 1، لكن في اي حاله احنا كلهم الدينومينيتور بتاعهم ماينس 1. فاهم؟ فاهم. اوكي، فلو ريد وبلاك بقى هما دول مش سيم ثينج، لا يبقى البلاك البلاك هيبداله 4 عادي. مين؟ انا مش فاهمه امتى نعمل نيوميريتور ماينس 1. لو انا يا جماعه بصوا، لو انا باخد نفس الحاجه، يعني هنا انا هنا خدت في الفيرست تاي خدت ريد، ففي السكند تاي هاخد ريد برضو طلع لي ريد، انا باخد حاجه من غير ما اشوفها فطلع لي اول واحده ريد وتاني واحده ريد، فهنعمل للنومينيتور ماينس 1. لكن لو اول واحده خدتها ريد وتاني واحده خدتها بلاك، يعني الريد كده ما تاثرش، مش هنعمل ماينس 1 لحاجه. فاهميني؟ يعني انا هنا هم 10 والريد منهم 6، جاي في امتحان ايه؟ امتحان ايه؟ اوكي، هو انا اصلا ممكن الناس يكتبوا اسامي المدرسه عشان اعرف مين، عشان ام او اتش ممكن تكتب اسمك كله والمدرسه وكده. اخر السنه اه اكيد، يعني هيجوا في امتحان اخر السنه. اوكي، فلو هما الريد 6 من ال 10 وانا خدت واحده ريد وبعدين خدت واحده تانية ريد، فالريد الريد هيبقوا هينقصوا واحده، انتوا فاهميني؟ فلو هما ريد وريد فاحنا بنعمل النومينيتور ماينس 1. تمام 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 فهمتوا بجد ولا بتقولي تمام وخلاص؟ لا احنا فاهمين. انا يمكن عامل السؤال اللي جاي. اوكي ماشي، ما يعني احنا جايين عشان نفهم مش جايين عشان نقول او خلاص يعني وتعدي. احنا مش جايين نحفظ. مش يلا calculate the probability that both ties are black. So في اول واحدة هتكون 4 over 10 بعدين times the probability that it'll be black in the second one which is 3 over 9 and that will be 12 over 90 or 2 over 15 approximate two over 15 or 0.13. عمر صح، هي 2 over 15 صح، بس ممكن بس احلها عشان بس ممكن حد ما يكونش خد باله انت قلت ايه. بس okay. شاطر، برافو، شكرا. اوكي، فاحنا هنكمل التري هنا. لو البلاك 4 over 10 يبقى الريد مش هيتاثر فيبقى 6 عادي، لكن البلاك هو same thing فهنعمل النومينيتور minus 1 فهتبقى 3. بس just ان احنا عملنا complete للتري وفهمنا ان هي without، خلاص احنا الاسئله اللي بعدها احنا قلنا ان احنا بناخد من التري. فهو هنا بيقول calculate the probability that the both sides are black. فاحنا هنيجي نحاول بقى نقول ان هو هياخد first و second، فعايزه تبقى بلاك وبلاك. يعني اول واحده تبقى بلاك اللي هي 4 على 10 وتاني واحده تبقى بلاك اللي هي 3 على 9. تمام، فنعمل 4 على 10 تايم 3 على 9 هتطلع
ب 2 over 15. في حد مش فاهم السؤال ده؟ لا تمام شكرا. اوكي هنا بيقول calculate the probability that the both sides are different colors. يعني هو هياخد first و second, فيا اما تبقى red و black يا اما تبقى black و red. وبرضو هناخد من من اللي فوق عادي جدا. يعني اول واحدة تبقى red يعني 6 على 10 و black 4 على 9. 6 على 10 times 4 على 9 plus 4 على 10 time 6 على 9 هتطلع دي ب 8 over 15. هنا بقى ما ينفعش نعمل 2 times علشان هنا احنا مش بس بنغير الاوردر, احنا كمان مغيرين الارقام. يعني هنا 4 على 9 وهنا 4 على 10 وهنا 6 على 10 وهنا 6 على 9. فهنا غلط, ما ينفعش نعمل 2 times حاجة عشان احنا هنا مش نفس الارقام, احنا بنغير الاوردر وبنغير الرقم. تمام؟ في اي حاجة في السلايد دي مش مفهومة؟ جنى ممكن تعيدي دبل اي تاني؟ يا ابني سامعاك قول دبل اي. اوكي ماشي ماشي. بص يا محمد احنا هنا اتمسح خالص ماشي خالص. هنا بيقول ان هو عايز two different colors, فيا اما الاولى تبقى red والتانية تبقى black, يا اما تبقى التانية الاولى red black والتانية red, صح؟ عشان يبقوا مختلفين. فاحنا اول واحده ريد وبلاك, يعني ريد اول واحده تبقى ريد وتاني واحده تبقى بلاك. ف6 على 10 تايم 4 على 9 وتاني واحده بلاك وريد, يعني بلاك دي وريد دي, فنعمل 4 على 10 تايم 6 على 9. فهمت؟ تمام شكرا. هو احنا بس في الكلاس يعني انا كاتبه في النوتس عندي don't simplify till the end, بس أنا مش فاكرة إن ليه كتبها كده. تقريبا مش زينة قالت لنا نكتبها, تعرفي ليه نكتبها أو نقصد بيها إيه؟ آه بصي يعني هو البراكتس ما تطلعوش براكت براكت وبعدين تعملوا لهم بلس, فأنتوا ما بتطلعوا براكت هتعملوا لهم سمبليفاي وأنتوا جايين تكتبوا إيكوال إيه, والبراكت التاني تعملوا سمبليفاي فهتيجوا في الآخر مش تطلع 8 over 15. فالأحسن إن أنتوا تكتبوها كلها على الكالكليتر مرة واحدة فيطلع لكم الرقم الصح, عشان الأسئلة دي مش بيبقى فيها رينج في المايك سكيم, هي بتبقى رقم محدد. فاهماني؟ ايوه ثانك يو. العفو علي. طيب خلاص السلايد دي. عندي سؤال, هو يعني امتى يخلينا يعني احنا هنا في السؤال الثاني عملنا يعني 4 على 10 يعني جبنا البلاك اللي هو على الشمال ده وبعديها رحنا الريد على اليمين, امتى ناخد بلاك من اللي هو على اليمين بس؟ يعني يبقى الاثنين ناخد اللونين من هنا واحده كده يعني مش هيغير. ايوه ما انت بتاخد, بص هو هنا مكتوب first tie و second tie, انت ما ينفعش تاخد اتنين من السكن, يعني هو اولى هتاخد واحده بعدين الثانيه, فهنا اول واحده أوكي. تطلع ايه وهنا الثانيه واحده تطلع ايه. اوكي اوكي طيب نروح على السلايد بعدها. هنا بتبقى 3 برضو بس مش بتبقى حاجه اسمها independent questions, يعني ما بتبقاش ليها علاقه ببعض قوي. يعني هنا probability هو بيقول لك ان هو عايز يعرف probability هتمطر النهارده ولا لا وهتمطر بكره ولا لا. ف the probability ان هو هنا هترين النهارده 2 على 3 اللي هي دي. لازم احنا قلنا ان ال sum of all probabilities هتبقى ب 1, بس في ال 3 هتبقى ال 1 على يعني على واحده عامله كده, يعني دي لوحدها ال sum بتاعهم ب 1 ودي لوحدها ال sum بتاعهم ب 1 ودي لوحدها السم بتاعهم بون. فهو ممكن يجيب لك واحده في كل واحده ويقول لك جيب التانية, عشان احنا عارفين ان الواحده من دي كده بون. فاهمين؟ فلو هو قال ان البروبابيلتي بتاعت ان هي هترين 2 على 3 ومش عارفين الاس دي, فالاس دي 1 على 3, 1 ماينس 2 على 3 ب 1 على 3. فاهمين؟ فهنا لو هنا برضو 3 على 4 فهنا تبقى 1 على 4, وهنا 1 على 6 فهنا تبقى 5 على 6. فجست برضو ان احنا كملنا 3 حرفين خلاص برضو السؤال تمام. فهنا خلاص اول سؤال اصلا هيقول write down as fraction the value of s, t and u, فخلاص خلصنا. calculate the probability that it trains on both days, يعني هو عايز first و second, عايزة train النهاردة و train بكرة, يعني هنا train وهنا train, فهناخد دول كده.
أنا أعمل 2 over 3 times 3 على 4 هتطلع equal ثانية واحدة 1 over 2 thank you calculate the probability that it will not rain tomorrow يعني هو عايز first و second هو عايز ان هي not rain بكرة بس هي ممكن تمطر النهاردة عادي او ممكن not rain بكرة ثانية not rain tomorrow او كده ف ثانية بس خليك معي ثانية اوكي او ان هي ممكن ما تمطرش النهاردة وما تمطرش بكرة برضو بس هي مهم ان هي ما تمطرش في تاني يوم ف هناخد برضو نفس الكلام ده من ال من التري فوق فتبقى اول حاجة ان هي 2 over 3 time 1 على 4 plus 1 over 3 time 5 على 6 كل ده يطلع في الاخر 4 على 9 تمام؟ فاهمين؟ اه فاهمين yes. ماشي هنا دي بتبقى word problem سيكا هو هنا مش بيجيب لكم التري يعني هو مش على طول هيبقى فيه تري موجودة ساعتها هيبقى التري دي في دماغنا عشان نعرف نحل تمام؟ فدي أسئلة من اللي هي ملهاش تري فعشان كده قلت لكم أسئلة التري بتبقى مضمونة عشان probabilities قدام عينك انت تعرف تاخدها تكتبها فهنا بيقول إن each time Christina throws a ball at a target the probability that she hits the target is 1 over 3 وشي throws the ball 3 times find the probability that she hits the target في ده وفي ده يعني هو بيقول إن هي هترمي البول دي على التارجت ده 3 مرات probability إن هي هتهت التارجت 1 على 3 طب probability إن هي will not hit the target هتبقى equal A 2 over 3 فهو هنا بيقول find the probability that she hit the target 3 times إن هو هتبقى first second third فهو عايز إن هي تهت التارجت 3 مرات إن هي هيرميها 3 مرات والثلاث مرات هتيجي عليها ف دي سهلة عادي هنعمل 1 over 3 time 1 over 3 time 1 over 3 equal 1 over 27 أو 1 over 3 to the power 3 عادي الاثنين ينفع تاني سؤال اللي هي الأرخم هو إنه يقول لك find the probability that she hit the target at least once يعني احنا ممكن حد عايز يكتب ده ولا ممكن أشيله عشان أحله التاني شيله أوكي فاحنا عارفين ان دي probability بتاعت ان هي hit the target و not hit the target 2 over 3 ف find the probability that she hit the target at least once يعني هي ترميها 3 مرات فهو بيقول ان هو عايز ان تهت the target على الاقل مرة ممكن مرتين ممكن 3 مرات بس على الاقل تهت the target مرة فينهم فاحنا ممكن تبقى hit و not hit و not hit او ممكن تهتت مرتين ممكن تيجي 3 مرات بس في كل واحدة من دول احنا برضو عايزين نغير الاوردر طب ممكن ما تجيش اول مرة وتيجي تاني مرة وما تجيش اول مرة ممكن ما تجيش اول مرتين وتيجي اول مرة وفي ده برضو ممكن دي تبقى في الاول او ممكن دي تبقى في التانية ممكن دي تبقى هنا دي تبقى هنا فاحنا هنا بنعمل 3 times دي و 3 times دي ودي زي ما هي عادي فاهمين؟ عشان احنا عايزين نغير الاوردر هنا وعايزين نغير الاوردر هنا فاهمين انا بقول ايه؟ ماشي لا اوكي بصي احنا عايزين ان ان هي لما تيجي ترمي البول على التارجت ان التارجت يجت هيت مره على الاقل يعني مره على الاقل البول تهت التارجت بس هو ما قالكيش مره بس يعني ما قالش اكزاكت وان تايم وقال ات ليست وانس يعني ممكن مره وممكن مرتين وممكن تهت الثلاث مرات ف احنا لو جينا كتبنا probability ان هي هتهت مره واحده بس احنا ايش عرفنا ان هو اول رميه هي اللي هتيجي ممكن تاني رميه هي اللي تيجي ممكن تالت رميه هي اللي تيجي 1 minus opposite event صح
اه دي هنعمل فيها opposite event عادي. ولو هي هتيجي مرتين، طب احنا ايش عرفنا ان المرتين هيجوا كده؟ ليه ما يجوش في الاخر؟ وليه ما تجيش واحده في الاول وليه والتانيه تيجي في الاخر؟ انت فاهماني؟ فاحنا عايزين قولي قولي قولي. لو انا كنت حطيتهم يعني جنب بعض كان هيبقى like 6 ورا بعض يعني. ايوه ما هو ده ما ذاتس بوينت. احنا ممكن نعمل نكتب الثلاثه probabilities من دي ونكتب الثلاثه probabilities من دي ونكتب دي، هيبقوا 7 probabilities. تقعدي تكتبي 7 brackets، مع ان احنا ممكن نسهل الامور قوي ونعملها 3 times واحده عشان نغير نغير الاوردر. فاهماني؟ تمام تمام شكرا. مش غلط ان انت تكتبي 7 brackets، لكن يعني في الامتحان هتبقى تضيعي وقت قوي بصراحه. فاهمه؟ ايوه ايوه I get it now. اوكي ف هنعمل 3 times ده و 3 times ده وده عادي. ف هيبقى اول واحده 3 times 1 over 3 time 2 over 3 time 2 over 3 plus 3 times 1 over 3 time 1 over 3 time 2 over 3 plus 1 over 3 time 1 over 3 time 1 over 3. هتطلع دي في الاخر كلها 19 over 27. كان في حد فيكم سألني في الاول على حوار مثلا في المدرسة مش عاملها كده خالص، عاملينها 1 minus ايوه ايوه هقول هقول هقولها 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 لا ايه. كان من شويه حد بيسال على حوار ان احنا ممكن نجيب الاوبوزيت ايفنت ونعمل 1 minus ما ان sum of probabilities equal 1. دي نقدر فيها نعمل 1 minus عشان دي يعني الاسرع ان احنا نعمل 1 minus. يعني لو احنا نكتب السبعه probabilities ده تضيع وقت، وان احنا نعمل دي برضو في الامتحان على قد ما هي ممكن تبقى سريعة على قد برضو هي ممكن تضيع وقت. فاحنا ممكن نعمل حاجة ان احنا نجيب الـ opposite event. هو بيقول ان find the probability that she hit the target at least once، يعني find the probability ان هي هتهت الـ target على الأقل مرة. طب ايه عكس اللي هو بيقوله ده؟ ان هي ما تهتش ولا مرة، ان هي will not hit في الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة. ونروح و probability دي هتبقى 2 over 3 time 2 over 3 time 2 over 3. نعمل لدي 1 minus هتطلع عليها 19 over 27 برضو. انتوا فاهمين احنا عملنا ايه؟ احنا جبنا عكس اللي هو بيقوله وعملنا له 1 minus، فهيجي نفس الحاجة عشان هو عكس بقى اللي هو مش هتهت ولا مرة، ان هي هتيجي في اي مرة هتيجي، يعني دي عكس دي. فلو معانا دي وعايزين نجيب عكسها نعمل 1 minus ده، ولو معانا دي هنعمل 1 minus ونجيب الباقي. فاهميني؟ تمام ولا اقولها تاني؟ قولها تاني. ماشي بص هنا هو بيقول ان هو find the probability that she will she hit the target at least once، يعني هي هتهت التارجت على الاقل مره واحده منهم يا محمد، يعني هي تيجي مره. فايه عكس ان هو ان هي تيجي على الاقل مره؟ ان هي ما تجيش ولا مره، ان هي لا تيجي في الاولى ولا هتيجي في الثانيه ولا هتيجي في الثالثه. صح؟ تمام ماشي. ف هنروح جايبين الـ probability دي اللي هي 2 over 3 time 2 over 3 time 2 over 3. احنا لو عملنا 1 minus دي عشان الـ sum of probabilities كلها بـ 1 هتطلع 19 over 27، هتطلع الإجابة اللي احنا عايزينها. فدي أسهل لأن احنا نجيب عكس اللي هو عايزه ونعمل له 1 minus، بس مش على طول، هي في at least once. فهمت؟ مثلا ممكن أعملها كمان يعني 1 minus 3 over 2 2 over 3 power 2 power 3 وخلاص. 1 minus 2 over 3 power 3. ايوه ايوه ماشي تمام، يعني كل ده والله صح. يعني ممكن نعمل 1 minus 2 over 3 power 3، بس انا عشان اعرفكم ان هي ان probabilities 3 فاحنا هنكتبهم 3، لكن دي صح ودي صح ودي صح والسبعه probabilities صح. تمام تمام شكرا. العفو. نحل بقى تاني سؤال. هنا بيقول each time Edward will throw a ball at the target the probability he hits the target is 1 over 4. He throws the ball until he hits the target. يعني ده واحد فاضي هيقعد يرمي الكرة لحد ما تيجي على التارجت. فالبروبيلتي بقى انه هتهت التارجت هي 1 على 4، يبقى البروبيلتي ان هي will not hit the target قد ايه؟ 3 على 4. 3 على 4 صح. Find the probability that he first hits the target with his fourth throw. يعني هو find the probability ان هي رابع مرة هي اللي هتيجي.
فهو قال لك ان هو يفضل يرميها لحد ما تيجي، فده معناها ان هو هي لو جت في الرابعه فهي الثلاثه الاولانيين ما كانش بتيجي فيها لحد ما هتيجي في الرابعه، صح؟ فاحنا هنروح كاتبين كده، وهنروح كاتبين probability اللي هو هتبقى 1 over 4 time 1 over 4 time 1 over 4 time 3 على 4، هتطلع ب ثانية ايه ده؟ لا يا جماعة العكس العكس العكس، المفروض تكون 3 over 4 times 3 over 4 times 3 over 4 times 1. سايبيني يعني كده ماشي، 3 over 4 times 3 over 4 times 3 over 4 times 1 over 4، فدي كده هتطلع ب 27 over 256. مين بقى اللي كان بيحب يعملها to the power 3 ده؟ هو ده هنستخدمها هنا بقى، ان احنا هنا عايزين ممكن نعملها ازاي؟ ان احنا ممكن نعمل 3 to the power 4 to the power 3 times 1 over 4، صح؟ فبقى فعلا احنا نقول 3 over 4 to the power of n minus 1 times 1 over 4. او دي دبل اي بس ماشي، هو انت صح بس انا برضو هشرحها على الباقي. فايه يا جماعه احنا هنا عملناها كده صح، ودي صح برضو ان احنا نعمل دول to the power 3 تايم الباقي. فهو هنا عايز بيقول find the probability that he first had the target with his ancestor، هو الرقم احنا مش عارفين ان دي الرمية رقم كام، بس هي هي التارجت في ان ده. فهو هنحلها ازاي؟ هنحلها بالطريقة دي بس كأنها ان مش 3 دي هي 4 minus 1، يعني هو لما قال 4th through عملنا 4 minus 1 دي تايم الرابعة، فاحنا نعمل كده، نعمل ان هي مش هتهتت to the power n minus 1 time 1 over 4 بعدين هتهتت. فاهمين حاجة؟ يعني اللي مش فاهمها يقول عشان اقولها تاني. يا مش فاهمة. بص، هو احنا هنا عارفين ان هو مش هيهيت التارجت غير في الرمية الرابعة، فعشان كده قلنا ان في تلات رميات كده كده 3 over 4 صح؟ وبعدين هتيجي عليه. انت فاهمة دي صح؟ هو ممكن مثلا يجيبين اكتر من 4 مرات، يعني مش عارف. لا هي ملهاش علاقة، ما مثلا لو دي كانت 6th row، لو دي كانت الرمية الستة ما كانت هتبقى دي 5، كانت تبقى 5 رميات ما بتجيش والرمية الستة جت. يعني احنا معتمدين على الفورث اللي هو I، او هو بيقول ان هو هيفضل يرميها لحد ما تيجي، يعني اي حاجة قبل الرابعة ما كانتش بتيجي. طب تمام. فهو هنا بقى بيقول ال N، فاحنا مش عارفين N through دي قد ايه، بس احنا عارفين ان N minus 1 ما كانتش بتيجي لكن في رقم N هتيجي. ايه هو N ده؟ ما احنا مش عارفين هو ايه. فاهمة حاجة؟ طب هو عملناها n minus 1 ليه؟ علشان زي ما عملنا في التانية، ماشي هي كانت 4th through فاحنا عملنا 4 minus 1 3، ففي 3 رميات من الأربعة ما كانتش بتيجي والرابعة هي اللي جت. اوكي understand، thank you. اوكي you got it. طيب حد مش فاهم تاني؟ أنا مين؟ أنا ماشي. بص احنا هنا قلنا ان هي هو هيفضل يرمي الكورة لحد ما تهيت التارجت في مرة، فهو فضل يرميها لحد ما الرابعة زبطت وجات على التارجت، فده معناه ان اي حاجة قبل الرابعة ما كانتش بتيجي، فده معناه ان في تلاتة 3 over 4 not hit the target، واحدة بس اللي جت. تمام. ماشي، ما انا بقول لك، ما احنا بقول لك بشرح لك على الارقام عشان لما نيجي على الليترز تكون فاهم احنا بنعمل ايه. فاحنا هنا في الان احنا مش عارفين رقم ان ده ايه، بس احنا عارفين ان اي حاجه قبل ان كانتش بتيجي، فهنعمل نفس اللي احنا عملناه في الفور. احنا عملنا 4 minus 1 اي حاجه قبل الفور اللي هما 3 مرات ما جوش، فان minus 1 اي حاجه قبل الان ما جوش، والرقم ان هي اللي جت. فاهم؟ لا طب ركز معايا بليز. احنا هنا انت فاهم اي احنا بنعمل نفس اللي احنا عملناه في اي بس بالليترز. استنى بس نمسح الكلام ده، يمكن ده اللي مقصر. احنا هنا
في دبل اي قصدي في اي قلنا ان هو مش هتفضل تهد التارجت غير في الرابعه صح؟ يعني 3 اوفر 4 يعني في كام مره مش هتكون جت على التارجت لما هي جت في الرابعه يبقى في يبقى ايه 3 بالظبط تايم بقى المره اللي جت ده نفس الحاجه اللي احنا عملناها في ان لو قلنا مثلا ان ان ده 5 يبقى في كام مره ما جتش على التارجت 4 انت بتعمل ايه دلوقتي يعني ليه قلتها 4 بتعمل 5 minus 1 صح ده نفس اللي هنعمله في ان هو بقى بيقول ان هو جايب letter what applies on numbers applies on letters هنا جايب ان فاحنا يبقى في كام مره مش هتيجي على مش هتيجي ان minus 1 تمام فهمت احنا بنعمل ايه تايم بقى المره اللي هتيجي تمام كريم فهمتها اوكي يلا اللي بعده ماشي هنا بقى لما هتيجي بشيبس هنا برضو الشيبس ممكن تيجي بوذ ريبليسمنت او without فهنا بيقول ان في واحد اسمه اشوك has 6 coins in his pocket عنده معاه واحد 5 سنت واثنين 10 سنت وثلاثة 20 سنت هو قايل فاحنا ممكن نطلع probabilities بسرعة اللي هو يبقى probability بتاعت ال 5 سنت هي 1 على 6 probability بتاعت ال 10 سنت هي 2 على 6 probability بتاعت ال 20 سنت هي 3 على 6 في اي حد معترض على الكلام ده؟ ماشي لا فهو هي اوكي فهي takes a random a coin from his pocket هو يحط ايده وجيبه ويطلع coin هيشوف هو كام وهيبوت ذا كوين باك انتو هيد بوكت وبعدين هياخد واحد تاني يشوف هو كام فده معناه ان هو خد واحد شافه ورجعه وخد واحده تانية فهو حتى لو مزدينا ما كانتش كاتبه ويذ ريبليسمنت احنا عارفين ان هي ويذ ريبليسمنت صح فهو هنا بيقول كالكوليت ذا بروبابيلتي ذات هي تيكس 2 20 سنت يعني هو هياخد مره والتانية وعايز ان الاثنين يبقوا 20 فسهله 20 هي 3 اوفر 6 يبقى 3 اوفر 6 تايمز 3 اوفر 6 تطلع 1 over 4 تمام؟ ندخل على بي ماشي بي بيقول calculate the probability that the second coin he takes have a higher value than the first coin he takes you know في first وفي second فعايز ان ال second coin يبقى رقمه اعلى من الرقم الاول يعني مثلا ممكن يبقى هنا 20 ويبقى هنا 10 ممكن يبقى هنا 20 وهنا 5 ممكن يبقى هنا 10 وهنا 5 صح؟ ردوا عليا يا جماعة بليز صح ايوه ماشي فدلوقتي بقى في probability تانية يعني في ممكن رقم نحطه هنا يبقى أكبر من ده؟ مفيش يعني انت لو حطيت هنا 5 مفيش حاجة ال 5 هتبقى أكبر منها ف once ان احنا طلعنا بال probabilities هنبدا نترجمها ل fractions بقى يبقى اول حاجه هيبقى 2 over 6 times 3 over 6 plus 1 over 6 times 3 over 6 plus 1 over 6 times 2 over 6 ويطلع في الاخر 11 over 36 جماعه عشان بس دي انتوا بتغلطوا فيها في الامتحان وهي ملهاش اي لازمه ما بين البراكت تايمز وفي البراكت جوه ما بين الارقام تايمز وما بين كل براكت والتاني بلس ما تعكسوش تحطوا جوه بلس وبره تايمز لا هو ما بين الفراكشنز تايمز وما بين البراكت والتاني بلس اوكي ماشي في اي حاجه مش مفهومه في السلايد دي لا تمام اوكي ندخل على اللي بعدها هنا هو عنده 5 shapes عنده square black وثلاثة squares white وعنده circle black هما 4 shapes 4 منهم square قصدي هما 4 shapes square 1 shape is a circle يعني probability بتاعت ال squares هي 4 على 5 و probability بتاعت circle هي 1 على 5 3 squares are white the circle is black يعني 3 squares are both in a bag. The 5 shapes are both in a bag. هيحطوا ال 5 shapes دول في bag
وجاسمين هتيجي to take a shape at random from the bag 150 times. She replaces the shape each time. Work out an estimate for the number of times she will take a white square. طيب احنا ال white square ال probability بتاعها هم قد ايه؟ حد يقول لي كده 3 over 5 برو. فهم دي frequency ودي probability زي اول سؤال حلناه. فنعمل 150 times 3 over 5 هتطلع 90. خلينا متفقين ان مش لازم جاسمين لو قعدت تحط ايديها تاخد الحاجات 150 مرة في 90 مرة منهم هتطلع تطلع white squares. ده estimate مش لازم يبقى حقيقي, هو بس بناء على الحاجات اللي عندنا فاحنا بنطلع estimate. احنا كده متفقين. ندخل على السؤال اللي بعده. هنا بيقول Alec هي take a shape at random from the bag and doesn't replace it. مش هيرجعه. بشير هيجي take a shape at random from the bag. Work out the probability that they both take a square. دي كده with ولا without؟ Without. Without. صح. ف without بنعمل فيها حاجتين, the denominator minus one والnominator minus one لو نفس الحاجة. فبيقول they both take a square. The probability بتاعت ال square هي 4 على 5. يعني first والsecond هو عايز هنا square وهنا square. بغض النظر black أو white بس الاثنين ياخدوا square. فالprobability بتاعت ال square 4 على 5 دي في الأول. لكن ال fraction التانية هيبقى مكتوب إيه؟ 3 على 4. برو. هتبقى 3 على 4 هتطلع equal. ثانية واحدة هحسبها. هتطلع 3 على 5. فاهمينها؟ في حد مش فاهم؟ لا لا. ممكن نعيد بيه تاني بس. أنا ما كنت نعيد ايه؟ تنحت ثانية كده فاهم فنعيد بيه تاني. اوكي ماشي. هو هنا عايز قالك هيجي ياخد شيب ومش هيرجعه في الشنطة تاني. بعدين بشير هيجي ياخد شيب تاني. فدي معناها ان في without replacement, في حاجة ما ترجعتش مكانها. ففي without replacement نعمل denominator minus 0 والnominator minus 1. denominator minus 1 sorry minus 0. فهو هنا زي both take a square. يعني هنا هياخد square وهنا هياخد square. البروبابيليتي بتاعت السكوير 4 على 5. فأول واحد قالك هياخد 4 على 5 عادي. لكن البروبابيليتي التانية كنا بنعمل denominator minus 1 ف 4 وهنا دول هياخدوا سكوير بسكوير فالتايم سينك فالنمينيتر يبقى ماينس 1 هو كمان. فاهم؟ زي ما كنا بنعمل في الكتاب. تمام. بس هي الإجابة 2 over 5 ولا 3 over 5؟ لا لا تحتيها اي تحت او 2 over 5. اوكي شكرا. لا they take shapes of the same color. يعني هيبقى في first و second. هو هياخدوا يعني ياخدوا بلاك وبلاك, ياخدوا وايت ووايت. تمام. فالبروبابيليتي بتاعت الوايت شيبس 3 على 5 والبروبابيليتي بتاعت البلاك شيبس 2 على 5. فبس هنيجي نعمل اول براكت البلاك والبلاك. البلاك والبلاك هيبقى 2 over 5 تايم 1 over 4 صح. والتاني هيبقى بلس هيبقى الوايت والوايت هيبقى 3 على 5 تايم 2 over 4 فتطلع دي equal 2 over 5. فاهمينها ولا اقولها تاني؟ لا تمام. اوكي ندخل على السلايد اللي بعدها. جنى مين؟ انا ممكن نستفيد اخر سؤال. ماشي. بص هو هنا زي take shape of the same color. يعني اول واحد هياخد شكل لونه اسود وتاني واحد هياخد شكل لونه اسود, او اول واحد هياخد شكل لونه ابيض وتاني هياخد شكل لونه ابيض باختلاف بقى هما circle او squares. فاحنا probability ان هما يعني ال shapes ال white هما 3 out of 5 وال shapes ال black هما 2 out of 5 اهم. ف probability ان هو هيبقى black و black او probability تبقى white white ف black هتبقى 2 over 5. بعدين هناخد بلاك تاني فده without replacement فهتبقى 1 على 4 denominator minus 1 والdenominator minus 1 plus white هتبقى 3 على 5 time هنعمل برضو minus هنا و minus هنا عشان هما same same فهتبقى 4 و 2. فهمت؟
تمام. اوكي حد تاني مش فاهم؟ ماشي. وبعدين هنا هيبقى دي logical word problems. هنا the sides of a fair six-sided dice are numbered from 1 to 6. With the dice is thrown 3 times, find the probability that it shows a 1 at least twice. هنا خلينا نطلع probability. احنا قلنا ان الدايس اي face في الدايس probability بتاعه equal a 1/6. والprobability بتاعت اي حاجة not ال 1 او اي حاجة not رقم منهم هتبقى قد ايه؟ 1 minus 1/6. برافو. فهنا بيقول find the probability that shows a 1 at least twice. يعني هما هيرميها 3 مرات. دي زي at least once بس هو بيعمل at least twice بقى. فيبقى 1 و1 يجوا مرتين. ف 1 و1 دي ممكن نعمل 3 times عشان احنا عايزين نغيرها اللي هو يا اما تبقى كده يا اما تبقى كده يعني يا اما تبقى كده صح؟ و at least twice. هو قال at least twice بس هي ممكن تيجي 3 مرات. فاحنا كده عندنا ال 4 probabilities اللي ممكن تنفع. دول التلاتة نفس الشيء بس برضو من غير الأوردر. فإحنا دول هنعمل 3 times أي واحدة منهم. يعني 3 times 1 over 6 times 1 over 6 times 5 على 6 plus 1 over 6 times 1 over 6 times 1 over 6. دي 1 over 6 to the power 3 صح. لو كتبنا ال 4 brackets صح. لو كتبنا كده صح. في التلات حلول الإجابة هتطلع 2 over 27 عادي جدا. تمام؟ طب أنا جميل. عملتها العكس. أنا عملتها 1 minus 5 over 6 cubed minus 3 times 5 over 6 squared times 1 over 6. تعملت opposite event يعني؟ يعني إجابتك نفس الإجابة صح؟ طلع 2 over 27. ايوه في الحالتين صح. بس اللي انت عملته يعني نفس يعني بص ده اللي انا بتكلم فيه ان انت ما اختصرتش وقت فاهم؟ ان يعني هي برضو نفس التو براكتس اللي هتتكتب عشان كده ما بنعملش اوبزيت ايفنت هنا كتير بس هو في الحالتين صح يعني. جنى ايوه قول ماشي يا بشادي هقول بص هنا هو هيرمي الدايس 3 تايمز فبيقول find the probability that it shows a one at least twice. يعني تطلع one مرتين. ممكن المرتين يجوا كده أو مرتين يجوا كده أو مرتين يجوا كده. صح؟ أو at least twice ما قالكش. يعني هو بيقول على الأقل مرتين. لكن ممكن تيجي التلاتة. فالتلاتة دول هم نفس الأرقام بس من غير الأوردر. فهنعمل 3 times واحدة منهم. 3 times 1 over 6 times 1 over 6 times 5 over 6. بلس اللي هما التلاتة اللي 1 over 6 times 1 over 6 times 1 over 6 equal 2 over 27 فاهم؟ اوكي تمام شكرا العفو. تاني سؤال بقى ده سخيف شوية مش هيبقى سخيف قوي يعني هو بس الفكرة في كلها ان هو الجبرا اكتر ما هو probability. فتمام هو هنا بيقول ان الكوين probability ان هو هيشو ahead is b with a coin thrown twice. The probability that the coin shows ahead exactly once is 8 over 25. تعالوا بالراحة نطلع probabilities. هو بيقول ان هو يطلع hit B. يبقى ان هو يطلع tail equal A. 1 minus B. نعمل بالضبط. هنعمل 1 minus B. مش هو الكوين يا اما يطلع head يا اما يطلع tail. فلو الهيد بي يبقى التيل 1 minus بي what applies on letters numbers applies on letters. يعني لو هو هنا 1 over 2 الهيد فالتيل هنعمل 1 minus 1 over 2 هتطلع 1 over 2. فاحنا هنا مش معانا ارقام فاحنا هنعمل اللي احنا هنعمله لو هم ارقام اللي هو دي بي يبقى الثانيه هتبقى 1 minus بي فاهمين؟ اه تمام ماشي. هو بقى بيقول the probability that the coin ايه؟ اقول تاني؟ ممكن تعيديها تاني عشان تتقطع؟ اوكي بص هو هنا بيقول probability ان هي هتشو ahead b
هو إما هتشو هيد إما هتشو تيل، فالبروبابيلتي بتاعت الهيد بي، يبقى البروبابيلتي بتاعت التيل A 1 minus B، صح؟ 1 minus دي جبناها إن إحنا لو أنا قلت لك يا نور إن الهيد 1 over 2 والبروبابيلتي بتاعت التيل قد إيه؟ هتعملي إيه؟ تعملي 1 minus 1 over 2؟ تطلع 1 over 2؟ بالظبط. فإحنا ده اللي عملناه، هو هيد B يبقى التيل 1 minus B، تمام؟ ماشي تمام ماشي اوكي. نور انت لو بتقولي حاجه فانت صوتك بيقطع، فممكن تكتبيلي في الشات. The probability that the coin show had exactly one is 8/25، يعني هو هيرميه مرتين، فالبروبابيلتي ان هو الكوين هيشو هيد exactly once يعني ان هو يبقى هيد وتيل او تيل وهيد، صح؟ فبروبابيلتي بقى بتاعت الحاجات دي كلها 8/25. ف وهنا دول نفس الحاجه بس بنغير بنغير الاوردر، فنعمل 2 تايمز اي واحده منهم، ف 2 تايمز هيد وتيل ايكوال 8/25. يعني لو ادينا يعني لو عوضنا بارقام بقى هتبقى 2 تايم البي تايم ال1 ماينس بي ايكوال 8/25. هنودي ال2 دي بعكس الساين، لا نوديها بالديفايد، فتبقى بي تايم 1 ماينس بي ايكوال 4/25. هنعمل بقى اكسباندنج عادي، ده الجبرا، ندخل البي هنا وهنا، فتبقى بي ماينس بي باور 2 ايكوال 4/25 كروس مالتيبليكيشن، فهتبقى 25b minus 25b باور 2 equal 4. هو عايز ال 4 تبقى بالبوزيتيف، فما ينفعش ندخلها عشان لو دخلناها تبقى بالنيجاتيف، فهنودي دول كلهم بعكس الساين هناك، ففي الاخر هتبقى 25b باور 2 minus 25b plus 4 equal 0. ده اللي هو عايزه، فاهمين؟ هو احنا ينفع نعيد حته ان احنا وديناها الناحيه الثانيه عشان الفور تبقى بوزيتيف؟ يعني هو ممكن ان حلي اخر ستاب فوق كده عشان مش شايف كويس، يعني اني حته دي اخر ستاب خالص. طيب اوكي، انا هقول من اول الحته. بصوا احنا هنا بعد ما عملنا كورس مالتيبليكيشن هنودي هيبقى 25 هتبقى تايم بي 25 بي 25 تايم نيجاتيف بي باور 2 هتبقى 20 نيجاتيف 25 بي باور 2 equal الفور، صح؟ فاحنا ممكن ندخل الفور عليهم من هنا وتبقى equal zero، بس لو دخلنا الفور هتدخلها بعكس الساين فهتبقى minus four، بس هو هنا عايزها plus four، فاحنا هنوديهم هنوديهم هناك للفور، فهتبقى 25b power 2 minus 25b plus 4 equal zero which is اللي هو عايزه. تمام تمام تمام، كله فاهم؟ تمام. جون مين هو اي انا يعني اديت انا ديفرنت واي وطلعت لي يعني نفس الايكويشن بالظبط في الاخر، بس يعني عكس الساينز كله. ما هو عكس الساينز مش ده اللي عايزه، هو عايز ان 25 يعني هو بص هو قايلها لك هو عايزها في انهي فورم. تمام فاهم، فعشان كده لازم نطلعها بنفس الطريقه مش اكتر. الكروس مالتيبليكيشن هو احنا هنعمل بعد ما خلاص عملنا expanding هتبقى b minus b power 2 equal 4/25، فده fraction equal fraction، fraction equal fraction cross multiplication، فتبقى 25 times b minus b power 2 هتبقى 25b minus 25b power 2 4 times 1 هتبقى equal 4، وبعدين ال 4 ما ينفعش ندخلها عشان هتبقى لا ما فيش طريقة تانية، يعني هو دي اللي بتعلمي. انت مش فاهمها خالص يعني اعيدها، ولا انت مش فاهم حته الكروس مالتيبليكيشن؟ مين بيقول جان؟ قول يا راين. هو احنا ليه لما دخلنا الفور دخلناها بوزيتيف فور ما دخلناش ليه نيجاتيف فور؟ احنا ما دخلناش الفور،
احنا بدلناهم للفور عشان فور تفضل بوزيتيف. طيب تمام شكرا. اوكي كريم اقولها تاني ولا انت يعني خلاص كمان فاهمها بس هي صعبة؟ اقولها تاني. اوكي هعيدها. بص كمان يا جماعة هنمسحها خالص ونعيدها بالراحة. هو هنا بيقول probability ان هو هيشو head is b، فالprobability ان هي تشو tail هتبقى 1 minus b، احنا دي اتفقنا عليها. فهو بيقول probability that the coin shows a head exactly once، يعني هو هيبقى في مرة وفي التانية هتبقى head وtail او tail وhead، بس المهم ان يبقى في head في اي واحدة منهم. فدي كده على بعض نفس الحاجة بس بنغير الاوردر، فنعمل 2 times اي واحدة منهم، فهتبقى 2 times ال head time ال tail equal 8 over 25. فهتبقى هنا هنودي ال 2 بعكس ال sign، تروح بال divided، هتبقى b time 1 minus b equal 4 over 25. هنعمل expanding فهتبقى b minus b power 2 equal 4 over 25. فهنعمل هنا هيبقى fraction equal fraction، فنعمل cross multiplication فهتبقى 25b minus 25b power 2 equal 4. احنا مش هندخل الفور عشان لو دخلناها الفور هتقلب negative، فنوديهم هناك عشان الفور تفضل positive زي ما هو عايز، فهتبقى 25b power 2 minus 25b plus 4 equal 0. كده فهمتوا؟ ولا اقول تاني؟ تمام كله كده تمام؟ تمام اوكي. انا بقول ما تقولوش مس، مش لدرجة دكتور جنى بس يعني العفو. ماشي يلا السلايد اللي بعدها. ماشي جنى معلش، بس هو احنا قربنا نخلص، انا like I have to go. بصي اوكي كده احنا بنعمل ريكورد، فلو انتي وراكي حاجة مهمة ممكن تخرجي وتشوفي الباقي ريكورد. طب تمام هو انا هخلص الصفحة دي والفين دايجرام اللي هي الصفحة اللي بعدها، وهنحل كام سؤال كده في الكلاسيفايد لو انتوا لسه عايزين تبراكتس يعني، لكن لو بعد السؤالين دول خلاص حاسين ان تمام فتمام. فأشوف انت ممكن تستني ولا عايزة تمشي؟ اوكي هنا بيقول ان 1 over 3 of the people in a club are men، the number of men in the club is n، for write down an expression in terms of n for the number of people in the club. فلو 1 over 3 من ال people هما ال n، يعني هو يعني دول probability بتاعت ال n، فال sum of probabilities اللي هي الناس كلها بقى اللي هي 1 هتبقى قد ايه؟ فاهمين؟ فنعمل cross multiplication n time 1، يعني هتبقى 1 time n over 1 over 3 هتطلع في الاخر 3 n. بصوا البتاع ده اصلا expressions and formula ملوش علاقة probability يعني، بس هو 1 over 3 اللي هم المن probability بتاعت المن هي ب n، فال1 بقى اللي هو probabilities كلها بقد ايه، فهنعمل cross multiplication هتبقى ب 3 n. فاهمين؟ وقفة تاني. ماشي هو هنا بيقول ان 1 over 3 من الناس اللي في الكلوب are men، ونمبر of men هو n. هو ده expressions and formula، فهو أصلا مش probability بس هو عشان في 1 over 3 يعني مديكي نسبة يعني منهم، فهو حطيناها في سؤال الـ probability، لكن هو في الحقيقة يعني هو expressions and formula. ثانية كده ماشي. فهي 1 over 3 من الـ people in the club are men، فالـ probability بتاعت المن بـ n، فالـ 1 بقى كلها بقد إيه؟ عشان نجيب البيبل كلهم قد ايه، فنعمل cross multiplication فهتبقى ب 3 n n time 1 over 1 over 3. يعني انا عملت كأنه ratio كده. اه تمام.
ماشي. هنا بيقول two of the people in the club are chosen at random. The probability that both these people are men is 1 over 10. Calculate the number of people in the club. ف ماشي. هو هياخدوا اتنين من الكلوب، يعني هيبقى في first والsecond، والاتنين بيقولوا probability ان الاتنين يبقوا men، يعني الاول يبقى man والتاني يبقى man 1 over 10. ماشي. احنا هنا معانا البيبل كلهم قد ايه ومعانا المن قد ايه، يعني احنا لو معناش ارقام ممكن نطلع ان البروبابيليتي بتاعت المن ان على 3 ان، صح؟ صح. طب فاهمين انا عملت ايه؟ لا ماشي. هو هنا احنا معانا البيبل قد ايه 3 ان، ومعانا المان الوحيد المن منهم بان، فهو البروبابيليتي بتاعت المان هو المن قد ايه اوفر التوتال كله اللي هو 3n. ده كاني مثلا بقول ان البيبل 20 وان المان 10، فاحنا هنقول البروبابيليتي بتاعت المان 10 على 20. فاهمين؟ وات ابلايز اون نمبرز ابلايز اون ليترز، فالبروبابيليتي بتاعت المان البروبابيليتي بتاعت المان هتبقى n على 3n عادي. فاهمين؟ نور انتي صوتك بيعلق قوي، اعيدها. اوكي عايزي. ماشي. هو بيقول هنا ان probability that both of these people are men is 1 over 10، هما ياخدوا اتنين من الكلوب، فيبقى الاول man والتاني man، فمان ومان، فهو اصلا probability بقى بتاعت المان الواحد قد ايه، هيبقى هما اصلا المن ان والبيبل كلهم 3 ان، فهتبقى البروبابيلتي بتاعت المان ان على 3 ان، كان دول ارقام عاديين، كان ده التوتال بتاع الناس كلها ودول قد ايه رجاله، فالبروبابيلتي بتاعت الراجل الوحيد تبقى ان على 3 ان. فاهمين حاجه؟ اه بس جماعه ممكن سانت فاطمه بالذات، ممكن سانت فاطمه اللي هيخرج منه يقول لي داخل تاني ولا لا، عشان هاخد attendance ليكو في الاخر عشان ميز دي انا عايزة، بس عشان لو حد خرج او قولوا لهم بقى يا جماعة عشان يلحقوا يدخلوا تاني. فهنا probability بتاعت المان ان على 3n. فبعدين ثانية، هو كريم، كريم انت، كريم خالد، كريم اكتب جنبك سان فاطيمو، هو كريم خالد. ثانية يا جماعة أنا مش قلت حمادة كريم، اكتب كريم خالد سانت فاطمة وخلصنا دلوقتي. ماشي. فالبروبيلتي بتاعت المان إن على 3N، نكمل بقى. فإن على 3N جماعة، أو في حركة سخيفة جدا إن دي without، إحنا ناخد رجلين مع بعض، مش هناخد رجل ونرجعه بعد ناخد رجل تاني، فيبقى N over 3N time N minus 1 و 3N minus 1. فاهمين؟ اه ايكوال بقى مين اللي مش فاهمه؟ انا مريم. بص بص بص، هو طب انت فاهمه احنا جبنا البروبابيلتي بتاعت المال الواحد ازاي ولا دي مش فاهمها؟ بصي هو الصراحه انا اخر حاجه وقفت عندها يعني وفهمتها كانت ال 3n، بعد كده ما فهمتش. فديك بصي ركزي معايا، هو هنا هياخدوا اتنين من الكلوب، البروبابيليتي بقى ان الاثنين يطلعوا من 1 over 10، يعني اول واحد يطلع من والتاني واحد يطلع من، تمام؟ فهو هنا عايزين البروبابيليتي بقى بتاعت المان قد ايه عشان نعرف نكمل. فاحنا معانا ان البيبل كلهم ب 3n، كان ده التوتال بتاعنا 3n، والنمبر اوف من n، فاحنا لما نيجي نعمل بروبابيليتي هنعمل n على 3n كده. فاهمه؟ ايوه ايوه. فدي without، احنا ناخد الراجلين مع بعض، مش هناخد راجل ونرجعه وبعدين ناخد الراجل التاني، فدي without replacement، فn over 3n time n minus 1 و 3n minus 1 عشان denominator minus 1 و denominator minus 1 is the same thing، وهنا same thing man و man. اه اوكي اوكي، الفكرة كلها كانت في موضوع without replacement. اوكي. ف هنا دي ممكن الـ N هتتشال مع الـ N فهتبقى 1 over 3،
هتبقى 1 over 3 time n minus 1 على 3 n minus 1 equal 1 over 10. هنعمل لدول times فهتبقى n minus 1 over 9 n minus 3 equal 1 over 10. cross multiplication هتبقى 10 n minus 10 equal 9 n minus 3. هنعمل like terms، هنجيب ال 9n هنا ونجيب ال 10 هنا، فهتبقى ال n في الاخر ب 7. هو بقى اصلا عايز ايه في السؤال؟ عايز يعرف في قد ايه ال number of people in the club. number of people of the club 3n، فهنروح جايبين ال n دي بقى نعملها times 3. 3 times 7 يبقى هم اصلا 21 واحد في الكلب، 7 منهم رجال. فهمت حاجة؟ انا ما فهمتش، بس احنا منين جبنا ال 9؟ لان اللي هو 9n minus 3 منين جت؟ cross multiplication او 9n minus 3 عموما، عشان عملنا ده تايم ده، فتبقى n minus 1 9n minus 3. كريم مش فاهم من اول ايه ولا من اول السؤال؟ لا من السؤال كله، مش فاهم يعني من اوله كده. من أوله ده اللي هو من أول بي صح؟ عشان بس ما... آه. طيب ركز معايا يا كريم. طب ثانية، اللي كان بيسأل على ال N، ال 9 N جت منين؟ فهمت أنا قصدي إيه؟ عملنا هنا تايم بعض وبعدين cross multiplication، فاهم؟ الجماعة اللي كان بيسأل على ال 9 N فهم هي جت منين؟ وأنا يعني بص، هي هنا لو عملنا دول تايم بعض هتبقى 1 time n minus 1 n minus 1، 3 n times 3 n 9 n 3 time negative 1 هتبقى negative 3. فاهم؟ انا فهمت ان احنا اخدنا 3 من ال 1 over 3، شلنا ال 1 واخدنا 3 وعملناها times 3 و times ال 1. هو انت صح، بس هي مش بالطريقة دي. هي احنا عملنا ال fractions time بعض، ال denominator time بعض وال denominator time بعض، فهيطلع n minus 1 على 9 n minus 3 بسهولة كده. فهمت، عملنا اللي فوق. ماشي كريم بقى ركز معايا. احنا هنا، طب انت عارف ان احنا جبنا 3n دي ازاي صح؟ اه ماشي. 3n دي عدد الناس كلها اللي في الكلوب، فهو بيقول هياخد 2 من الكلوب at random، فهيبقى man ومان، فالبروبابيلتي ان هما الاثنين يبقوا مان هيبقى 1 over 10، يعني الأول واحد يبقى مان والتاني واحد يبقى مان. تمام؟ فاحنا عايزين نعرف البروبابيليتي بتاعت المان الواحد قد إيه. فاحنا عارفين إن التوتال 3n والمان والمن n، فهتبقى البروبابيليتي بتاعت المان n على 3n. فاهم لحد هنا؟ فاهم. ماشي، فنعمل n over 3n time n over 3n، بس احنا هنعمل لهم minus 1 في denominator والdenominator عشان دي without. هناخد الاثنين الرجالة مع بعض، مش هناخد واحد ونرجعه وبعدين نيجي ناخد واحد تاني، هناخد الاثنين مع بعض. فاهم؟ فانا عشان كده هنعمل minus 1 هنا و minus 1 هنا، تبقى equal 1 over 10. بعدين هنشيل ال n مع ال n فتبقى 1 over 3 time ده equal 1 over 10. فدول هنعملهم time بعض، فتبقى n minus 1 over 9 n minus 3 equal برضو 1 over 10. بعدين هنعمل cross multiplication، فهتبقى 10n minus 10 equal 9n minus 3. هتودي like terms، هتبقى ال n equal 7. هو عايز بقى اصلا في الاخر ان احنا نكالكليت ال number of people in the club، وعايز يعرف بيه كام حد في الكلب. فاحنا عارفين ان الفورمولا اللي احنا هنستخدمها 3n، فنعمل 3 time ال n اللي هي ب 7 تطلع ب 21. فاهم حاجه؟ فهمت. طيب اوكي جماعه، في حد مش فاهم اي حاجه في السلايد دي؟ لا. اوكي ماشي، دي اخر حاجه خالص. خلاص دي بصراحه هي لعبه قوي، يعني هي سهله، فتعالوا نشوف الموضوع ده. هو some adults were asked if they cycled or swam every week. في 15 حد طلع بيسايكل، هما جابوا ناس سالوهم if you cycle او if you swim، او لو بتعملوا الاثنين او لو ما بتعملوش كده خالص. ف طلع 15 منهم بيسايكل بس، و9 منهم بيسايكل وبيسوام، و44 بيسوام بس، و52 ما بيعملوش حاجه. يعني التوتال بتاعهم 120.
ماشي. فهنا بيقول how many people didn't cycle or swim، في كام حد لا بيسايكل ولا بيسويم؟ هنقول ان هي 52 صح. ف how many people cycle and swim، في كام حد بيسايكل وبيسويم؟ 9. اوكي. ف فبيقول an adult is chosen at random from the group، the probability that they cycle regularly قد ايه؟ في كام هما كده التوتال 120، البروبابيلتي قد ايه في كام حد منهم بيسايكل؟ 24. صح. فاهمين 24 جت منين؟ 15 بلس 9. يس. 4 يبقى 1 2 3. 4 ذا بروبابيلتي ذات زي دونت سويم از في قد ايه مش بيسويم؟ 67. صح 67 دي هنجيبها ب 15 بلس 52. تمام؟ عشان دول كلهم بيسويم. 5 the probability that they cycle or swim regularly is page 284. 5 the probability that they cycle or swim regularly is 68. في كام حد ايه 68؟ اوكي ده اللي هما كل دول بلس بعض يا جماعه. في حد مش فاهم اي حاجه انا بقولها دلوقتي؟ ماشي. The probability that they cycle or swim regularly but don't do both. هيبقى في قد ايه بيسايكل او بيسويم؟ 59. ايه؟ 15 plus 44. 15 plus 44 صح، هتبقى 59. 7. If a swimmer is picked, what is the probability that they also cycle every week؟ هنا كده التوتال هيتغير. هو مش هيختاروا منهم كلهم، هم هيجيبوا ال 44 وال 9 دول يختاروا منهم. فالتوتال ايه؟ التوتال هيبقى السويمرز بس يعني 9 وال 44 صح؟ بالظبط، فهتبقى 53. فهنا بيقول ماشي، هنا بيقول هقولها الأول. If a swimmer is picked, what is the probability that they also cycle every week؟ في قد إيه منهم بيسايكل كمان؟ قول بقى 9. ماشي. 8 بيقول if a cyclist is picked، هو هياخد بقى من ال 15 وال 9 دي، فهيبقى التوتال 24. What is the probability that they don't swim every week؟ في قد ايه منهم بقى بيسايكل بس مش بيسويم؟ 15. برافو. 9 بقى what is the probability that someone who cycles or swim also does both؟ هما في كام حد بيسايكل وبيسويم اصلا؟ التوتال بتاعهم ده كله هيبقى 68. في كام حد منهم بقى بيعمل الاثنين؟ 9. 10 if a person doesn't swim, what is the probability that they cycle؟ يبقى هو هيشيلوا كل هيشيل. لا ما هو هنشوف الاول التوتال. التوتال التوتال هو اي حد مش بيسويم يعني 15 و 52 اللي هو 67. في قد ايه منهم بقى بيسايكل؟ 15. بس كده السؤال خلص. في اي حد مش فاهم اي حاجه من اللي انا كتبتها في في السلايد دي؟ تمام. هو ايه الوش ده؟ ايه هو ايه الوش ده؟ ايه ايه يا كريم؟ تحت الوش ده ده سمايلي، ده سمايل فيس عادي. ده السؤال يعني دي رسمة يا كريم، رسمة عادي ما ولا كأنك شايفها. طب جماعة طب معلش هي في 10، هي احنا ليه عملناها 67؟ 10 بص هو بيقول if a person doesn't swim what is the probability that they cycle، هو هيختاروا حد مش بيسويم يعني هيشيلوا السويمرز من الموضوع، فالتوتال هيبقى 52 وال15 اللي بيسايكل واللي مش بيعملوا كده. اه تمام تمام 67. طيب جماعه احنا كده خلصنا. هي نور خرجت ليه؟ ثانك يو فيري ماتش. طيب حد ثانيه بس هقول حاجه بس ثانيه. جماعه احنا كده خلصنا كل اللي في النوتس، حد عايزنا نحل حاجه في الكلاسيفايد ولا كده تمام؟ تمام كده تمام. لا تمام يعني ان شاء الله اي حد مش سانت فاطمه يليب وسانت فاطمه يفضلوا عشان هقول لكم الهوم ورك. الهوم ورك ايه؟ السلام عليكم. مع السلامه. اي هوب انكم تكونوا اعتبريني من اعتبريني ان انا معاهم. انا لو شفت حد من سانت فاطمه عمل ليفت هتشوفه عامه. بصي انا اس بس اعتبريني واحد منهم. تنور يا انت عايز تقعد تتفرج. لا انا عايز اخد الهومورك عشان
اوكي ماشي، خد الهوم ورك عادي، اللي عايز ياخد الهوم ورك ياخد الهوم ورك. جنى مين اللي بيقول جنى؟ انا كريم، انا مش فاهم 3 و 4، بقول من 5 دقايق الكلام ده. هقولهم يا كريم، بص 3 بيقول the probability that they cycle regularly، هو هيشوفه من كل دول في كام حد بيسايكل، فهم 120، في كام حد منهم بيسايكل؟ قول لي انت. في مش عارف والله، في 15 ال 15 وال 9 صح؟ تمام، بس هي كده 24 out of 120. 4 بقى بيقول the probability that they don't swim، يعني من ال 120 في كام حد مش بيعوم؟ اي حاجه غير ال 9 وال 44 هتبقى 15 و52. ماشي؟ طيب سانت فاطمه بقى نركز مع بعض كده عشان انتوا ايه؟ وانا ممكن ارسم الرسمه في الامتحان. كريم انا مش سامعاك. ارسم الرسمه في الامتحان. ترسم ايه؟ ترسم ايه في امتحان؟ يا جماعه حد سامع هو بيقول ايه عشان مش سامع؟ الفين دايجرام. ارسم الرسمه اللي هي فيها الدوريات ديت. فين دايجرام ايه يا كريم؟ ترسم الفين دايجرام في الامتحان ليه لو هو مرسوم، ولا قصدك مش هو هيقول لي ارسمه في البروبابيلتي؟ لا مش هيقول لك ترسمه يعني، او ممكن بس في السيتس مش في البروبابيلتي. ممكن بس ركزوا معايا بقى كده. سنت فاطمه هتاخدوا الهوميك وهعمل لكم اساينمنت بالهوميك وهتسلموه قبل يوم الاثنين، يا اما بقى شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه. الهوميك هيبقى في كلاسيفايد بارت 2. ماشي يلا ثانيه بقى اقول لكم هما ايه. ماشي هيبقى 188. اه احمد معتز فين؟ انا هنا اهو. افتح البيجز دي عشان لو حللها قولوا لي اديكم غيرها. طب استنى طيب. وخليك امين ما تقوليش اه وانتوا حلينها في الفصل يا احمد. طيب حاضر. اولا كده اول بيج محلوله، بقول 188 والله محلوله. محلوله لا. محلوله اه والله محلوله. طب 189؟ لا دي مش محلوله. يبقى 189 اول بيج. ماشي ماشي. 191 محلوله. ماشي يبقى 189. وبعدين استنى على فكره احنا حلين 89. ايه يا احمد الحركات دي؟ طيب بقول لك يا احمد معتز اكتب الهومورك بقى وابعته على الجروب. مش حلين 189 يا جماعه هاخد اتندنس. انتوا ايه؟ وانا هقول لها محدش حضر مني. يلا جماعه 189 محلوله ولا لا؟ مش محلوله يا جنى. مش محلوله. مش محلوله. لا مش محلوله. فيك منه عشان هو مش ناقصه هبل على الصبح. ماشي انا بقى هدي نفسك كده. 283 اشمعنى؟ ايه؟ هو اللي اشمعنى؟ بس هي مش محلوله عامه يعني. هي مش محلوله. طيب 200 محلوله بس طبعا. ايه؟ في بيجز قبليها مش محلوله بس تمام. 200 مش محلوله. مش محلوله. مش محلوله. ماشي 200 و201 بقى حلو لحد دلوقتي كده. طب جنى جنى ممكن طلب؟ ممكن طلب معلش. قول يا محمد. ممكن تقفل الريكورد معلش؟ اه اوكي نوقف.